توكلنا على الله. إيه السؤال في الاستمرار بيتكون كالتالي: اولا، اي سؤال في بيكون ليه شقين اتنين، ليه شكلين اتنين. الشكل الاول للسؤال ان احنا بنجاوب عليه بيس او نو، ولما اقول يس او نو ما انساش الكومة اللي بتيجي بعد مين، بعد يس او نو، لان الكومة دي بتنزل في الكتابة، من مهارات الكتابة ان احنا ازاي امتى نستخدم الكومة. يبقى استخدام الكومة نفسه مهم جدا كمهارة الكتابة، من مواضع استخدام الكومة استخدامها بعد يس او نو. تمام؟ يبقى السؤال الاول هو يس نو كويستشن. السؤال الثاني هو السؤال اللي احنا ما بنجاوبش عليه بيس و نو، وده بيكون ازاي؟ ده بيكون دبليو اتش كويستشن. الدبليو اتش كويستشن ده ماله؟ ده بنجاوب عليه بدون يس اور نو. بنجاوب بدون مين؟ بدون يس اور نو. اما السؤال اللي بيس و نو اللي احنا بنجاوب عليه بيس اور نو، السؤال ده بيبدأ بفعل مساعد. وبما ان انا بقول فعل مساعد، فانا عندي الفعل المساعد في المضارع المستمر 3: ام، از، ار. وعارفين طبعا كل واحد من دول بيجي بعده ايه. الام مع الار، الاز مع الهي شي ات، الار مع الوي يو زي. ناخد بالنا يا جماعة في الشق الأول من أنواع السؤال، وهو السؤال بيس أو نو. علشان أجاوب على يس أو نو يا جماعة لازم أكون بادئ سؤال بفعل مساعد. الصوت تمام يا جماعة؟ بحبش البس عشان كده، بحبش اللايف علشان كده. الصوت والصورة تمام؟ اكمل. تمام. يبقى السؤال عندنا نوعين: النوع الاول بيكون اجابته بيس اور نو، النوع الثاني بيكون بدون يس اور نو. وده له شروط. الشرط الاول بتاع ان انا جاوب بيس اور نو، يعني مش اي سؤال، لا، في شروط لازم اكون مطابق للشروط دي. السؤال اللي انا بجاوب عليه بيس اور نو بيكون مبدوء بام اور از اور ار. طب يلا نشوف مع بعض كده امثله. لما اجي اقول از هي ايتينج، هل هو ياكل؟ از هي ايتينج، هنا السؤال بادئ بمين؟ السؤال بادئ بفعل مساعد. يبقى في الحالة دي ينفع اقول يس وينفع اقول نو، اي واحدة فيهم، انما ما ينفعش اجاوب بدون يس اور نو. طب يا مستر انا هقول مثلا يس اهو، خد بالك معايا،
كتبت يس، حط الكومه اللي بعد يس، حطيت الكومه وكله تمام يا مستر. اعمل بقى مقص. طب انا هعمل مقص ليه؟ لان انت هتعمل جمله عاديه مش سؤال. هذا السؤال اهو بيكون اخره علامه استفهام، انما الجمله العاديه اخرها ايه؟ اخرها فول ستوب. وطالما احنا بنعمل جمله عاديه بنبدا بالفعل زي ما احنا متعودين كلنا. فين الفاعل اللي في السؤال هنا؟ الفاعل اهو هي، يلا انزل به. وهات بعد كده الفعل المساعد بعدها يبقى از. يبقى ايه اللي انا عملته؟ اللي انا عملته ان انا نزلت التاني الاول، والاول في السؤال بقى مين؟ بقى التاني، بقى هي از. ونزل الفيرب ايتنج وخلاص واسكت. انا بقول لك هل هو بياكل؟ طب يا مستر هو ايه اللي خلاك تقول هل؟ لان لما بنبدا بفعل مساعد ايا كان اي فعل مساعد بيديك معنى هل على طول. يبقى هنا بقول هل هو ياكل؟ انا رديت عليه قلت له نعم هو ياكل. طب مثال تاني يا مستر كده وجاوب بنو. از علي، هل علي بلاينج يلعب؟ يلا نرد كده مع بعض. هنا السؤال ده بادئ بايه؟ بادئ بفعل مساعد. وطالما السؤال بادئ بفعل مساعد يبقى اجابته هتكون بيس اور نو. براحتك، انا حليت مره بيس هحل مره بنو. فهقول نو، اوعى تنسى الكم. بعد كده اعمل ايه؟ بعد كده دي جمله عاديه مش سؤال، ده دي اجابه. الاجابه تبدا بالفاعل. فين الفاعل؟ بيكون معايا في السؤال. فين الفاعل؟ الفاعل علي. ممكن اقول علي وممكن اقول الضمير بتاعه. الضمير بتاع علي اللي هو هي. فانا هقول هنا نو علي. طب انا نزلت الفاعل، فين اللي بعد كده؟ الفاعل اللي بعد كده الفعل المساعد ينزل تاني. يبقى علي از نوت. طب انا استفدت ايه بقى من الكلمه دي؟ استفدت ان انا معايا نو اضيف نوت بس بعد الفعل المساعد. يبقى لما يكون معايا نو احط نوت. بتحط نوت لمين؟ حط نوت بعد از الفعل المساعد او بعد ار. طب انا قلت نو علي ازنت، عايز اكمل اكمل، عايز احط فول ستوب احط فول ستوب براحتي انا. تمام يا جماعه الصوره تمام؟ الصوره واضحه المره دي يا جماعه؟ اكمل على كده. برافو يا مصطفى ما شاء الله، بسم الله كويس يا سما. سلمى ما شاء الله، الله ينور عليكم. ارد بس بسرعه على نورسين. يا نورسين مش علامه تعجب بعد نو، نو بيتحط بعدها قامة مش علامه تعجب يا نورسين. الصوره تمام، يلا نكمل. انا دلوقتي بحل على الجمله دي. عندي حاجه لازم اعرفها في المضارع المستمر، وهي ايه هي الحاجة دي يا مستر؟ الحاجة دي هي ان احنا ناخد بالنا ان انا عندي ار يو. ار يو ترجمتها هل انت، كل الناس عارفة. هل انت، بص كده معايا، هل انت واتشينج، تشاهد، تشاهد مستر علي مثلا؟ هل انت تشاهد مستر علي؟ هتعمل ايه في الجملة دي؟ طبعا انا بادئ بمين؟ بادئ بار، وراها ايه؟ وراها يو. طيب هي ارضي تبع ايه؟ ارضي فعل مساعد. وطالما فعل مساعد يبقى اجابته لازم تبقى يس اور نو. يلا هناخد مثال. يس منساش الكومة، اوعى تنسى الكومة في اي اجابة تكتبها فيها يس اور نو، لان مواضع استخدام الكومة وضعها بعد يس اور نو. تمام، انا حطيت يس اهو، لازم تاخد بالك معايا من التحويلة اللي جاية. اليو تبقى اي. ما هو واحد بيقول لك هل انت تتابع، هتقول له ايه؟ هتقول له نعم انت تتابع، ولا هتقول له نعم انا اتابع؟
هتقول له نعم انا اتابع، هتتكلم عن نفسك. لما اجي اقول لك حاليا دلوقتي وانت بتسمعني انت شايف كويس، هتقول لي ايوه انت شايف كويس ولا ايوه انا شايف كويس؟ هتقول ايوه انا شايف، يبقى بترد عن نفسك. وطالما بترد عن نفسك يبقى بتستخدم مين؟ بتستخدم اي. بس خد بالك معايا ان انا لو نزلت الفعل المساعد زي كل مره هيبقى ار، فهل الار بتيجي بعد الاي؟ يعني هل ينفع اقول اي ار؟ لا يا مستر ما ينفعش. يبقى نحط الحاجه اللي بتنفع مع الاي يبقى ام. استنتج من كده ان ار يو تحول الى ايام، وده السبب ان احنا بناخد ايام مكان ار يو، لان ما ينفعش احول اليو تبقى اي واحط معاها ار، بحط ام. يبقى الار يو تحول الى ايام، تمام يا جماعه، واحط فول ستوب عادي خالص. عايز اكمل اكمل، مش هتفرق معايا. طب يلا نحل بنو، هتبقى نو كوما، ها يلا اي ام وبعد كده نوت. طب انت حطيت نوت ليه؟ حطيت نوت عشان نو موجوده كده، تمام يا جماعه. نروح بقى للسؤال بتاع ال دبليو اتش. بسم الله. النوع الثاني من انواع الاسئله وهو ال دبليو اتش كويتشن، السؤال باداه استفهام، وده بيكون كالتالي: What is he eating أو eating؟ يعني إيه الكلام اللي أنت قلته ده؟ يعني ماذا يأكل؟ أول حاجة لازم أعملها عند وجود سؤال بادئ بأداة استفهام حذف الأداة، ولا كأنها موجودة، بس كل اللي بعرفه ان انا اعرف هي بتسأل عن ايه الاداة دي. الاداة دي بتسأل عن ايه؟ طبعا الاداة ما. ما دي بالعربي كده باللغة العامية بتاعتنا اللي هو ايه؟ عارف انت كلمة ايه؟ انت كلت ايه؟ انت لعبت ايه؟ انت اشتريت ايه؟ انت مثلا انت اي حاجة اخرها ايه؟ فكلمة ايه بتاعنا دي هي ايه؟ هي ما. ما او ماذا. ماذا تأكل؟ حذفت اداة الاستفهام. اعمل المقص بتاعك العادي جدا، ابدأ. ما احنا هنحط ايه؟ هنحط جملة. يبقى نبدأ بالفاعل. فين الفاعل؟ اهو الفاعل اهو، يلا نبدأ بيه. هي. فين الفعل المساعد؟ موجود. is. كمل الجمل. eating. هو ياكل. بس انت لسه ما قلت ليش ايه اللي بياكله، يبقى انا ما جاوبتش لسه. فهمنا ليه بنحط هنا تكمله، والتكمله بتكون ايه بالظبط؟ يبقى لما اجي اقول لك ماذا ياكل قلت لي هو بياكل، بس ما قلتش ايه، واعرف لي الحته دي بالمعنى ده. ماذا ياكل؟ هو ياكل ايه يا جماعه؟ يلا نكمل. هو ياكل مثلا بيتزا، ما اقولش بيتزا، اقول بيتس بيت بيتسا بيتزا، تمام. What is he eating? He is eating pizza. Pizza. تسا تسا تسا، مش بيتزا، تمام، ولا بيت زا زي العربي، لا. نروح لسؤال تاني. طب هل ينفع مستر واحدة من الناس اللي قاعدين يروحوا جايين كاتبين يس اور نو قبل هي؟ هقول له لا طبعا. ليه؟ لأنه بدأ بأداة استفهام. سؤال تاني. What تسأل عن غير العاقل، عشان كده حطينا حاجة مش عاقلة اللي هي بيتزا. نروح لحاجة تانية. Where هستخدم التحويل اللي احنا كنا قايلينه من شوية. Where are you play where are you، وليكن مثلا Where are you، أحط sleeping او eating، خلينا في eating زي ما هي. Where are you eating؟ انت اكلت ايه؟ قال له انا اكلت بيتزا. لما قال انا اكلت بيتزا
بعد كده بعد كده ايه اللي حصل؟ بعد كده قال له فين؟ انت اكلتها؟ فين؟ كلمة فين دي في الانجليزي في السؤال هي وير، وطبعا فين دي باللغة العامية، انما باللغة العربية الفصحى اين. اين تأكل؟ انت بتاكل فين عشان اجيلك؟ انت بتاكل فين علشان اجيلك؟ يلا نجاوب. هنحذف الأداة لأن دي أول حاجة بتتعمل لما يكون معايا أداة. وهنا شوف بقى أنا هبدأ بمين، هبدأ بالفاعل بس أنا معايا يو. اليو تتحول إلى، أول ما تشوف يو على طول حط مين، حط أي. مفيش يو بتفضل زي ما هي، عمر اليو ما بتفضل زي ما هي، دايما اليو تتحول لمين؟ للأي. يلا أي. طب الأي ينفع أر؟ ما ينفعش أر، يبقى أخد الحاجة اللي تناسبها تبقى أم، ومن هنا أنا حولت. I am eating، انا باكل. بتاكل فين بقى؟ مش انا بقول لك فين؟ انت لسه لحد الان ما جبتليش فين، يبقى لازم احط مكان علشان ابقى جاوبت كويس. لازم احط مكان عشان انا اهم حاجه عندي إن لما اجي احذف الاداه اعوض عنها بحاجه، اعوض عنها بالاجابه. فانا قلت انا باكل، بتاكل ايه؟ بتاكل ايه دي اللي هي فوق، كان السؤال عنها بوات. انما تحت بتاكل فين؟ باكل مثلا at home، في المنزل، او in restaurant. خلاص كده، ده السؤال بأداة الاستفهام اللي ما نحطش يس او نو نهائي. restaurant صح يا جماعة، وات هوم صح، براحتك انت بقى. in the park صح، كل الاجابات ما شاء الله عليكم. في حد باعت سؤال بيقول يا مستر بعد اذنك ايه اللي بيحسن الخط؟ طب نخلي الخط ده وقت تاني، لان انا الخط عايز حصة، عايز حصة كاملة نتكلم عليه تمام، وان شاء الله يجيب نتيجة، يعني لانه جاب نتيجة مع ناس كتير انا اشتغلت معاهم، اتكلمت عن الخط والحمد لله فرق بنسبة 100%، يعني الحمد لله الناس كلها بتتحسن بعد حصة الخط دي. المهم تمام كده، هنروح بقى على سؤال تاني. طبعا انا عمال ابدل في ادوات الاستفهام عشان كل الناس تعرف. السؤال اللي انا هكتبه تاني هو when. when يعني ايه؟ يعني امتى باللغة العالمية، امتى باللغة العربية، متى. when is she eating، انا مركز على نفس الكلام اللي احنا بنقوله كأنها محادثة، ايه محادثة من البداية للنهاية عن الاكل، عشان ايه الدايت وكلام من ده، عشان الدايت يبوظ. يلا يبقى what is he eating، قلنا what يعني ما او ايه، او باللغة العامية ايه، وردنا قلنا بيتزا. where are you eating، انت بتاكل، بتاكل فين، رد قال at home او in the park او in a restaurant، في مطعم. بعد كده قال لي when، when اكتبها عندك يعني متى، وطالما انا بقول لك متى يبقى على طول هترد تقول لي بوقت، مش هينفع يعني تسيبها كده. طالما انا بقول لك متى، هل ينفع اقول مثلا لحد انت بتاكل ايه يقول لي الجمعة؟ هل ينفع اقول لحد انت بتاكل ايه يقول لي في الاتوبيس؟ طب طبعا ده معناه انه مش فاهم اصلا، مش فاهم يعني ايه سؤال، ومش فاهم ايه اداة الاستفهام، ومش فاهم الكلام اصلا، فبيقول اي كلام وخلاص. نكمل مع بعض. when، when بيقول ايه؟ بيقول when is she eating، when يعني متى. فهنا هعمل ايه يا جماعة؟ هنا بكل بساطة هحذف الاداة، حذفت الاداة، اعمل ايه؟ هبدأ بقى هنا جملة عادية، هبدأ بشي فعل المساعد is، واحط eating، هي تأكل، ما حطتش لسه الوقت، ما حطتش لسه امتى، هي بتاكل امتى بالظبط. احط بقى in the morning او now او at night او اي وقت، اي وقت يا جماعة. نكتب مع بعض يلا الكلام ده، in the morning، in the
evening in the afternoon at night at at eat at noon نكتب كده يا جماعة الكلام ده بعد إذنكم عشان دي كلها إجابات بنردها على السؤال بوين. كلمة وين يعني متى؟ لما حد يقول لي إمتى أنا ممكن أرد عليه أقول له in the morning في الصباح، وممكن أرد عليه أقول له in the evening في المساء، يبقى ده الصباح وده المساء وده الظهيرة، ونايت يعني في المساء برضو او بالليل، تمام. وده ات لان الات بتيجي بعدها وقت، حاجة موقوتة زي ايه، زي ات 7 ات 8، حاجة بالوقت بتاع الساعة بتاعنا، تمام يا جماعة. يبقى في الصباح in the morning، في المساء in the evening، في الظهيرة in the afternoon، بالليل at night. ودي الاجابات على وين. يلا ندي مثال. متى تذهب إلى المدرسة بالعربي؟ متى تذهب إلى المدرسة؟ هتذهب إمتى؟ بتذهب الصبح في الصباح، يبقى هنقول in the morning. طب لما أجي أقول لك متى تذهب إلى السرير؟ بتروح تنام إمتى؟ at night، at night بالليل. طب لما أجي أقول لك ما هو أقوى وقت للشمس؟ in the afternoon في الظهيرة. بقول لك إمتى أقوى وقت للشمس؟ قلت إمتى، بدأت بمتى، فاستخدمت in the afternoon. يبقى دي كلها اجابات بنرد عليها بايه، بالوقت. طب لما اجي اقول لك امتى البث المباشر بتاع مستر علي، بتقول له الساعة 10. لما تيجي تذكر ساعة لازم تحط قبل الساعة ات، لازم تحط قبل الساعة ايه، ات. وده برضه بنرد عليه على السؤال بتاع وين. بتاع وير بنحط قبلها حرف الجر ان او ات، ان او ايه او ات. في سؤال كمان اقول عليه بسرعة، وهو السؤال بواي. لو بدأت سؤال بواي، واي هنا معناها ايه؟ معناها لماذا. ولو انا هجاوب عليه اجاوب عليه بمين؟ بيكوز او بيكوز، الاتنين صح، بس الشائع حاليا بيكوز بيكوز بيكوز، تمام. بيكوز ايه بقى؟ بيكوز، وتحط بعدها جملة. اوعى تنسى جملة يعني ايه، يعني فاعل وفعل، يعني ما ينفعش اقول فاعل من غير فعل. يعني مثلا هنا ما اقولش بيكوز ترافلينج واسكت، لا، بيكوز ترافلينج از، لازم احط الفعل. بيكوز مثلا اي، ما ينفعش احط اي واسكت، ولا اي وحاجة بعدها من غير فعل، لا، لازم اقول اي ام، لان انا اكون واكمل الجملة، يبقى لازم فعل. يبقى بيكوز بيجي ورايا جملة، ودي الاجابة على واي او تو، وتو معناها لكي، وتو معناها لكي. فهمنا يا جماعة السؤال؟ فهمنا السؤال؟ في حد بعت سؤال بيقول يا مستر امتى استخدم ايه في الصفة وامتى ما زودهاش. اتكلمنا عن ايه وان يا ندى، وقلنا ان الاي توضع قبل الصفة المبدوءة بساكن. بتصف شيء يعد، اذا كانت بتصف شيء يعد زي ايه، ولو اني مش وقته دلوقتي، ولكن هقول إيه. لما اجي اقول مثلا انا بصف علي، وبقول ان علي ده طويل، فالصفة هنا بتصف حد بيتعد، اللي هو علي، أو علي وأحمد ومحمد ومحمود، بيتصف شخص والأشخاص بتعد. يبقى هقول أطول، أطول مان، أطول مان. لو أنا بقول مني بقى، لو أنا بقول رجال
هنا ما زودش الايه، ما زودش الاي، ما اقولش طول من، ما اقولش اطول من رجال جامع، فما ينفعش احطها. تمام، في حد عنده اي اسئله تانية يا جماعه؟ طبعا في حلقه اتكلمت فيها قبل كده عن اضافه الاي والان. ده السؤال يا جماعة. تعال نروح بقى لإضافة الـ ING في الجملة عشان ننهي حلقتنا إن شاء الله. بسرعة كده، في عندي حاجة في الإنجليش، في الإنجليزي اسمها سي في سي، ودي مش ناس كتير عارفينها، يعني يا ريت تركزوا معايا. سي في سي، حد من الناس اللي بتتابع عارفين يعني إيه سي في سي؟ غير طلابي، غير طلابي، طلابي عارفينها يعني، لو حد بس مفيش حد هنا من طلابي. سي في سي يعني ايه؟ يا ريت حد يرد يقول يعني ايه سي في سي. عشان ما اطولش عليكم، هي دي حاجه اختصار احنا بنقوله للكونسنانت. كونسنانت يعني ساكن، فاول متحرك، السي التانيه ساكن، يبقى ساكن متحرك ساكن. لما اشوف ساكن متحرك ساكن زي ايه؟ زي كلمة بوت. كلمة ايه؟ بوت. الكلمة اصلها زي ما احنا عارفين بوت، زي كلمة ران، زي كلمة ايه؟ ران. هنا ساكن وده متحرك وده ساكن، ساكن متحرك ساكن، انزل تحت في كلمة رن، ساكن متحرك ساكن. نروح لكلمة تانية زي كلمة وليكن مثلا ساكن متحرك ساكن، مش هجيب فيرب، هجيب صفة، فات، صفة فات اللي هو سمين، ساكن متحرك ساكن. حد فاهم انا عايز اقول ايه؟ حد فاهم انا عايز اقول ايه هنا؟ او حد درس القاعده دي قبل كده؟ ساكن متحرك ساكن زي كلمه بوت، زي كلمه ران، زي كلمه فات. ده يا جماعه بنعمل فيه ايه؟ ده بنقرر الحرف الاخير. اهو قررت هو يا مستر، قررت هو يا مستر، قررت هو يا مستر عند الاضافه. لما اجي اضيف يعني مثلا هتضيف اي ان جي، فانت قررت الحرف الاخير. هتضيف اي ان جي، فانت قررت الحرف الاخير. هتضيف اي ار، عارفينها بتاعت الصفات، فانت قررت الحرف مين؟ الاخير. وده قاعدة الساكن متحرك ساكن. غير كده ما تضيفليش الحرف الاخير، يعني ما تقررليش الحرف الاخير. كمان مرة، بوت لما اجي اضيف اي ان جي ما ينفعش اقول بوتنج على طول كده. طب ليه ما ينفعش؟ لان انت معاك ساكن متحرك ساكن، فالمفروض تقرر الحرف الاخير ثم تضيف الاي ان جي. تمام يا جماعه، نكرر الحرف الاخير ثم نضيف الاي ان جي. يبقى امتى نضيف الاي ان جي؟ متى نكرر، متى نكرر الحرف الاخير؟ اذا كان ساكن متحرك ساكن كده. تمام، ساكن من حيث ايه؟ من حيث الصوت، مش من حيث ان في ممكن يكونوا حرفين اتنين، حرفين اتنين يا جماعه بيتنطقوا من صوت واحد، زي البي اتش. هنا بنقول فو 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 فو، دي البي اتش على بعضها ده صوت، ده الاف. تمام، فده بيتحسب برضو ساكن، الاتنين على بعض ساكن. اتفقنا؟ دي كانت اهم حاجه عايزين نقولها. وان شاء الله انا كده هكتفي بكده النهارده، اللي هو شرح المضارع المستمر. وان شاء الله لينا وقت تاني هنتكلم فيه عن زمن جديد ودرس جديد من دروس اللغه الانجليزيه، وهنكمل مع بعض. في حد بيقول هو الكلام ده في الافعال والصفات بس ولا الكلمات برضو؟ الكلمات زي ايه؟ بص، هو مثلا هجيب لكم امثله علشان نطبق القاعده دي. كلمه بيج، تمام، كلمه بيج،
وكلمة وكلمة بوت وكلمة ران وكلمة قط وإيه كمان؟ وكلمة نط وكلمة بين. تمام؟ وكلمة تن. هنا لما أجي أقسم الأصول بتاعتها هتلاقي كلمة بيج صفة، وكلمة بوت ورن وقط فيرب، وكلمة نط وبن وتن ناون. هل أنا ينفع دلوقتي أنا بضيف لإيه؟ بضيف مثلا اس هنا، هنا ما كررش حاجة، الاسم ما كررش حاجة لو أنا هضيف اس. تمام؟ ما بكررش أي حاجة. أنا بتكلم دلوقتي في الاسم أهو، ده اسم ناون، دي يعني اسم. اسم لما جيت ضفت له اس أنا ولا كررت التي ولا كررت الان ولا كررت الان الأخير، أنا بس بضيف بسيب كل حاجة زي ما هي طالما اسم. طب لو أنا فيرب هنا، بوت يضع، رن يجري، قط يقطع، لأ لو أنت هتضيف لي هنا اي ان جي، أنا بتكلم عن الاي ان جي، بتكلم عن إضافة الاي ان جي للفيرب. لو الفيرب منهي بثلاثية، ثلاثية اللي هي سي في سي كونسونانت فاول كونسونانت، نكرر الحرف الأخير، فهخليها تي اي ان جي، هخليها ان اي ان جي، هخليها تي اي ان جي، ودي مواضع إضافة الاي ان جي للفيرب. ناخد بالنا من التغيير ده، أنا بقول لك كده علشان ما نقعش في الغلط، ما يبقاش معايا كلمة قط وأقولها كده وأقول كده قاتنج، طبعا قاتنج هتتحسب لك غلط لأن أنت ما كتبتش الصح. تمام يا جماعة؟ وبكده هننهي حصة النهاردة إن شاء الله. كلمة هوت صفة، هوت صفة، لو أنا عايز أقول هوت وعايز أضيف لها إي آر هحط هوتر 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 إي آر، أزود التي. صن هتيجي هتحط في صن إيه؟ ده صن شمس. أنت معايا؟ صن شمس وملهاش جمع، هو في جمع الشمس؟ في شمسين. صن هنا مش ايه، صن مش صفة ومش اسم ومش فعل، ده اسم احط قبلها ذا. اول مرة اعرف ساكن متحرك ساكن. شكرا يا مستر، شكر الله، ربنا يوفقكم. مهلول ان انت حريص على المعلومه وحريص ان انت تتفرجي على اللايف، ما كنتش عرفت المعلومه، لذلك بنقول يا جماعه ركزوا في اللي احنا بنقوله، احنا بنقول حاجات لوجه الله تعالى، ما بنبخلش على عليكم باي معلومه، ما بنبخلش. يعني مثلا مش هروح اقول للطلاب معلومه اقول لكم حاجه تانية، لا انا بقول اللي انا بقوله في الحصه، اللي انا بقوله للطلاب عندي، علشان كله يبقى ان شاء الله ربنا يكرمه. برضه حد بيقول والله انا فهمت من حضرتك، شكرا جزيلا، ربنا يوفقكم. سلمى ياسر شكرا لحضرتك جدا، شكر الله يا جماعه، شكر الله. ندى شريف شكر الله يا ندى. انا بقرا التعليقات، اللي عنده اي مشكله في الانجليزي يا جماعه يبعت تعليق هقراه وارد عليه. مستر لو سمحت اللي بيحسن خط اتكلمنا عنه كده، انا قرات التعليقات. حد عنده اي يا جماعه استفسار؟ مصطفى حجازي ربنا يوفقك يا مستر ويوفقك ان شاء الله يا مصطفى. نورسين جزاك الله خيرا وجزاك مثله يا نور، الشكر لله يا جوجو. اي سؤال يا جماعه؟ اللي عنده اي سؤال. مهند جزاك الله وجزاك بالمثل. ندى شريف اكتسبت معلومات جديدة، الحمد لله ان احنا قدرنا نوصل معلومة جديدة. اللي عنده اي سؤال انا معاكم، هو الله في كل يوم. انا على فكرة يا جماعة هعمل اعادة مونتاج لللايف ده، وهعمله باسلوب انا بقى، لان انا بقعد اضيف عليه حاجات تحسن الصورة زي ما انا عملت في اللايف اللي فات كده، ورفعته على القناة عندي عشان الطلاب كلها اللي عندي تشوف.
الشكر انا وليت امر مش طالبة واستفدت كتير، شكرا. ما هو حضرتك لما هتستفادي اكيد هتفيدي اولادك، نتمنى التوفيق ان شاء الله للاولاد، وانا تحت امر حضراتكم في اي وقت. صبح